كتير حبيت البروجرام، بس ندمت صراحة لما كنت بعرفهم أول ما تخرجت أو حتى قبل ما تخرجت. يعني ريت علمونا هيك قصص بالمدرسة، لأنه هلأ يمكن شوى يعني كان عنده opportunity، طلعت كتير مصاري أنا، بس ما كنت عارف شو بدي أعمل فيهم، فراحوا المصاري. وغير هيك أول ما تخرجت كنت محمس، بلشت أقبض وهيك، رحت أخذت لون بكتير عالي، كان كار لون بعدني لهلأ عم بدفع فيه، وحتى وقت طلعت مصاري ما رديته للون، قلت خالص هيك هيك دافع الفايدة مثلا ضل مكمل فيه. هو اللي مثلا قصص براكتيكال حنجد حسيت فيه، وكان عم يحكي عنه عبد الله كانه عم يحكي عني يعني شخصيا. فبتمنى انا مش الاشخاص بس يجوا يحضرون، بتمنى يصير هذا البروجرام بالمدارس ويتعلم بالجامعات، لانه هو القصص بالحياه منعوزه يمكن اكثر من القصص. في كتير قصص عم تعلم بالمدرسه يمكن منعوزه او منه كتير براكتيكال. فعن جد هلا عبد الله اوريدي بلش بالجامعات، وبقول له جود لك انا، وميرسي كتير على اللي علمنا اياه. حبيت هاو تو مانج يور ماني بروجرام، لانه بصراحه زاد لنا فاليو، علمنا كيف نحن نزيد الانكم تبعنا، كيف نخفف ديوننا، كيف نبلش نفكر لنأسس بزنس صغير لنا، وكيف نتطور، كيف نفوت بالبورصه بطريقه صح. بالنسبه لي it's one of the most interesting conference او سيمينارات نعطوا، لانه اول شيء هذا شيء جديد، ثاني شيء ما بقى حدا ينقي يقول انه الانكم تبعي منه مكفيني، لانه you have solutions to all problems or financial problems. وزيادة عن هيك في كتير أفكار جديدة، يعني واحد يمكن تطلع الفكرة براسه وهو قاعد هون، وصارت معي أنا بشي 5-6 مرات، يعني كون عم نحكي عن شيء تطلع الفكرة براسي. So it's highly recommended لكل العالم اللي اليوم حابين يقلعوا هن يكونوا financially independent، وخاصة بلبنان معرف الماركت قديش صعب يعني وقديش في competition. ف it's highly recommended و 5 stars. حبيت انه الايدياز اللي طرحوهم، الافكار اللي طرحوهم كانت كتير جديده. نحن خصوصا يعني ما عندنا فاينانشال ادكيشن بالجامعات ولا بالمدارس، فبنطلع بنفوت على بزنس، بنبلش بالبزنس وتفوت الامور ببعضها. سو كان يعني شيء كتير بيعلمنا كيف نعمل مانج للماني، كيف نمشي بإدارة المصاري، كيف بدنا نفكر بعدين لحتى نطلع من الديون نحن فايتين فيها، كيف بدنا نعلي الانكم تاعولتنا، نخفف الاكسبنسز. هذا شيء يعني صارت حاجة شخصية أكثر من حاجة مؤسساتية إذا بدك. سو كتير كتير ضروري هذا البروجرام نفوت فيه ونبلش نوسعه، ونبلش بعد شوي نعمل وكور ندرس بالجامعات لازم يعني. عبد الله حرفوش كان كتير كتير knowledgeable بكل المعلومات اللي عطاها، و it was a very beneficial program يعني. So يعني هلا كيف استفدنا منه لهذا البروجرام؟ إنه علمنا كيف نفكر مثل الغنية. يعني نحنا تخرجنا من الجامعة أوكي، وعم نعيش وعم نقبض وما بعرف شو، بس ما عم نصمد شيء. فهو عبد الله مثل علمنا كيف نفكر لبعيد، كيف نصير يعني نفكر مثل investors، نفكر كيف نطلع مصاري، كيف نخبي لبعدين، كيف نستثمر هون، كيف نفتح بزنس هون، كيف هيك. So yeah, it's very beneficial. أكيد حبيت How to Manage Your Money Program لأنه اعتبرته هو أول program بينعطى عنا هون بلبنان. وأكثر شيء حبيت فيه أنه نحن عنا لاك بهيدول النولج، ما بنعرف، ما عنا information عن الإشياء اللي كانت عم تنعطى. So it is a plus لكل الأشخاص اللي بدون يأسسوا أو يكونوا entrepreneurs يكونوا موجودين بهذا الكورس. حبيت How to Manage Your Money Program لأنه أنا كتلميذ بعدني بدي أسس لبعدين، كتير مهم لألي أعرف مثلا إذا بلشت كموظف أو كأي شيء كيف أعرف أسس، بدل ما صار مثل أهلي مثلا كتير ضيعوا أموال وصرفوا أموال ووصلوا للإفلاس ورجعوا طلعوا ونزلوا وهني ما عارفين كيف يديروا أموالهم. سو حبيت الفكرة أنه أنا لبعدين هيدا درس لألي كيف ممكن أسس وما ضيع هالأموال وما ضيع وقت. سو خصوصا جاب اكسبرتيز بالريل استيت وكيف اعمل انفستمنت وهالقصص والفوركس، وان شاء الله بكره ما بتعذب بالحياه. وخصوصا قصه الكارلون مثلا اعطانا افكار مثلا احسن من ما مثلا نقول جيب باسيف انكم سكر الكارلون بدل ما اكون انا عم بنحط ليل نهار وهالقصص. بنصح اي شخص عم بياسس، تلميذ مدرسه، تلميذ جامعه، حتى لو موظف وعنده شركة، يجي يحضر How to Manage Your Money لأنه إلا ما يمرق بشي فترة يعوز هالبروغرام. Thank you لكم. Thank you لمستر عبدالله. حبيت أول شيء السبيريت كان عم يدار فيه هالبروغرام، والسبيريت تبع عبدالله الطريقة اللي عطى فيها من قلبه كان عم يعطينا ومن خبرته، وشيء كتير استفدنا منه أنه
طال الواقع اللبناني اللي هو بحب المظاهر وما بفكر انه قد ايه مهمه انه ما يكون تابوه الماني انه يقدر كيف ينتبه على المصاري المصروف اللي بيطلعه. شو نصيحتك للاشخاص اللي ما قدروا يجوا يحضروا هالبروجرام؟ لازم يجوا لانه بيقدروا يتلقطوا بقصص كتير وايدياز كتير جديده. لازم يجوا ويشاركوا بهيدا البروجرام لانه بفيدهم كيف ما كان بفيدهم كتير. الترند هلا انه الانتربرينورشيب وكلنا ما بقى بدنا نصير امبلويز، كلنا بدنا نكون فري، بس ما حدا بيعرف هاو تو ستارت وفروم ومن وين بدنا نبلش. وسبيشلي هيدا الكورس يمكن اول مره عم ينعمل بلبنان حتى بالمينا ريجن. اللي بيميز هيدا الكورس يمكن انه نسي بارتي التيوري وركز على البارتي البراتيك. يعني حلو كتير نقعد نحكي 3 ساعات فينا نعمل هيك وسيف ماني، بس ما بنعرف كيف. هيدا الكورس اللي انعمل وسبيشلي التارجت كان تلاميذ الجامعات اللي مبلشين من الصفر اذا فينا نقول، وكتير يعني هن اكتر عالم معقول يقعوا بمشاكل او ديجا عندهم ديون كار لونز هاوسينج لونز او تيتعلموا. فهيدا البروجرام لكل الاشخاص اللي ما كانوا موجودين فيه بنصحهم انه يلحقوا حالهم، لانه ما بعتقد رح يكون عندهم هيدي النولج ياخدوها من غير محل. هلا نصيحتي للاشخاص اللي ما اجوا حضروا، عن جد بقول لهم ابكر شيء ممكن، يعني يمكن يحس واحد حاله يمكن تو يونغ هلا او مش عايزون او يمكن بيعرف هاو تو مانج هيز ماني، باكد له يمكن ما كتير بيعرف قد ما هو حس حاله بيعرف. فافضل يجي ياخذ هون النولج الخبره اذا بدك اللي عنده اياها عبد الله، واكيد كل البالانس اللي عم يجوا يحكوا معه بالريل استيت انتربرينور وغيره وغيره فاينانشال ماركتس حتى قصص هاو تو انفست يمكن وذات الماني او نو ماني، هول كتير بهمون خاصه الشخص اللي بعده عم بأسس حاله هلا او الامبلوي كيف يطلع من وظيفته. ونصيحتي للاشخاص اللي بعد ما اجوا حضروا يبلشوا، لانه بيعلمهم انه ما يفوتوا بديون وكيف يبلشوا ياسسوا حياتهم من الصفر وكيف يعملوا انفستمنت ويز نو ماني. كل شغله بيعملها عبد الله هاو تو مانج يور ماني، هاو تو بعدين مثلا يستثمروا بالبورصه، هاو تو كل شيء كل شيء يحضروا، لانه هيدي اشياء مش مين ما كان بيعطيها هون، قليل قليل اللي بيعطوها هون. وعبد الله يعني حتى في اشياء جديده عم بيجيبها من برا. اول شيء هاو تو مانج يور ماني، اول بعتقد اول توبيك بينعمل بلبنان بهيدا الموضوع، ومن اكسبرت مثل عبد الله لانه قادر يساعد الاشخاص مش بس بثيوري. ما بعتقد قري كتاب واجا قال عنه، بعتقد اختبر كل شيء كان من حياته الشخصيه من حياته الزوجيه كمان اللي تطلب كتير هاو تو سيف يور ماني. وكل شخص منا بحاجة لهذا الموضوع، خاصة بالمنطقة عنا والمعروف فينا أنه كلنا عنا ديون، كلنا عنا كريدت كارد، أغلبيتنا تما أقول كلنا عنا يا بانك لون يا هاوس لون يا كار لون يا بيرسونال لون، يعني اللونات أخدين لون على كل شيء. فبحاجة لهيك بروجرام تما نوصل كل مرة آخر الشهر مش مكفينا مصرياتنا، ونعرف هاو تو بي سمارت. إذا بدنا ناخد كريدت كارد كيف ناخدها، إذا بدنا ناخد لون كيف نخفف علينا الفايدة، كيف بأي طريقة ناخده، كيف السيستام يلي مركب بدون ما نسمى بين بنوك بين لونز بين قروض وهيدا بيخدعنا بأوقات، وكيف فينا نحن نهرب ونكون أذكياء بهذا الموضوع. هيدا واحد. ليش مع عبد الله؟ لأنه عبد الله هيز سو جينوين، يعني منه شخص لاحق المصاري مع أنه عم بيعلمنا كيف تو سيف ماني، شخص حابب يساعد المجتمع، حابب راح على كثير جامعات وكثير مدارس طيب ينشر هيدي الفلسفة تنسميها أما المعرفة تالأشخاص ما يفوتوا فيها. وأنا كتير بنبسط أنه أتشوف تلاميذ جامعات ومدارس ما عم يوقعوا بهيدي المشكلة ويصيروا واعيين عليها، لأنه هن الأساس. يعني وإذا بتلاحظوا البنوك التارجت أودينس تبعولهم، ومش بس البنوك يعني كل شيء فاينانشل، هن الأدوليسونس والمراهقة، لأنه هؤلاء أكتر تارجت ضعيف قدامنا وقتا نحن نغري بشي معين. فمشن تبعوله ورسالة اللي عم يعملها شيء كتير مهم، عم يعطي من قلبه وعم يعطي معلومات زيادة عن الأشخاص. أنا وقت بلشت ساعد بالبروموشن والماركتينج لهيدا البروغرام كنت عم أقول للعالم أنه عن جد الفيز تبع هيدا البروغرام منن 10% من القيمة اللي انتو رح تاخدوها، لأنه تخيل أنت إذا بس شلت لون واحد من حياتك قديش بترتاح نفسيا، بتقدر تنام آخر الشهر ما بتكون مهووس أنك بدك تدفع كم ديالي. والبارت اللي انا اعطيتها الانتربرينورشيب واللي انبسطت بالفيدباك تبع الاشخاص والاسئله اللي سالوها هي تتوعي انه انا كمان في يكون مني موظف وبنفس الوقت عم بعمل مصاري، ووين مطارح اللي انا معقول افشل فيها
وكون عم بترك الوظيفة وعم خاطر، وكيف في بلش طلع مصاري من البزنس تبعولي قبل ما اترك الوظيفة تكون انا عم خفف الريسك، بس الريسك